مها مشاهدينا أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار من استوديو مصر تقرر. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في مقر لجنته الانتخابية الموجودة بمصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لدائرة النزهة ومصر الجديدة، فيما تولت قوات الحرس الجمهوري تأمين المنطقة المحيطة باللجان باللجنة قبل وصول الرئيس. هذا وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها في 9 صباحا للتصويت في 13 محافظة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015. يأتي هذا بعد فحص خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدني كافة اللجان بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية لضمان سلامة عملية الاقتراع وأمن المواطنين. وتستمر عملية التصويت في الداخل اليوم وغدا في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وكفر الشيخ وجنوب سيناء. يأتي ذلك فيما ينتهي مساء اليوم تصويت المصريين في الخارج في حوالي 139 دولة. هذا ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الثانية حوالي 28 مليون ناخب، وهو عدد أكبر بحوالي 1 مليون عن عدد الناخبين في المرحلة الأولى لاختيار 222 نائبا من بين أكثر من 2800 مرشح في 101 دائرة انتخابية بنظام المقاعد الفردية، واختيار 60 ناخبا في دائرتين انتخابيتين بنظام المقاعد القائمة. ومن جانبه صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن مقار الانتخاب بالخارج شهدت إقبالا من الناخبين بنسب أعلى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. هذا واستقبلت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس وفدا من الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط المكون من 38 دولة. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة منح الوفد تصاريح لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، كما تابع الوفد الانتخابات في الخارج من خلال الشاشات المزودة بها بعض السفارات المصرية. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تعديل فترة حظر التجوال في شمال سيناء بحيث يبدأ في الساعة 11 مساء بدلا من الساعة 7 مساء، وذلك في أيام الانتخابات والإعادة لمجلس النواب. أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المرحلة الثانية، وأضاف أن خطة الوزارة تهدف للدفع بـ 2842 سيارة إسعاف موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وذلك لخدمة المواطنين وتأمينهم في حالة الطوارئ. وأوضح وزير الصحة أن هناك استعداداً بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات. أيمن. جددت دار الإفتاء المصرية فتواها بعدم جواز التأثير على إرادة الناخبين بأي وسيلة، تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة. وأوضحت الدار إنه لا يجوز شرعاً للمرشح في الانتخابات استخدام أمواله في التأثير على إرادة الشعب، وطلبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به. وأضافت الدار أنه إذا علم أخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن
إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك، فإنه يحرم عليه أخذها لأنها تعد حينئذ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً. موجزا للأخبار على رأس كل ساعة، والآن عودة للزملاء في تغطيتنا المتواصلة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015 في استوديو مصر تقرر. ألقاكم.